السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي من جديد. اليوم غادي نقدم لكم إن شاء الله الكسكسو المغربي باللحم الغنمي. دونك غادي نبداو بالمقادير. الوغ غادي نحتاجو باش نحضروا هذا الكسكس المغربي واحد تقريبا 750 غرام ديال اللحم. انا كنفضل ندير لحم الغنم لانه كيجي بنين وكيطلق هذيك الديدام ديالو. غادي نحتاجو لواحد البصله متوسطه، جوج ديال المطيشات او البندوره حتى هما متوسطين، واحد القبيطه ديال الربيع او القزبور، الكوريوندر، على حساب المناطق ديال المغرب العربي والشرق الاوسط ما كيفاش كيسميوه. غادي نحتاجو ايضا الخضار، غادي نحتاجو الجزر، واحد جوج ديال الجزرات متوسطات مقطعين على هذا الشكل، جوج ديال اللفت البلدي. انا كنفضل ندير هذا اللفت البلدي هذا او اللفت المحفور كيف ما كنسميوه في المغرب، ما عرفتش الاخوان في مناطق اخرى كيفاش كيسميوه. غادي نحتاجو القرع الاحمر، البوتيرون، القرعه الحمراء، وغادي نحتاجو واحد شويه ديال هذا الملفوف. بالنسبه للمقادير هي بسيطه جدا، دونك شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال سكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي. انا كان دائما كنطيب بالخرقوم البلدي لانه كيعطي المذاق وطبيعي 100%، ومعلقه صغيره ديال السمن البلدي، السمن الحار او يعني السمنه البلدي كيف كيسميوها الاخوان المشارقه. وغادي نحتاجو واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون. يعني انا كنت دائما كنطيب بزيت الزيتون لان المنافع ديالو الكثيره، وزائد على انه يعني مصدر طبيعي لل يعني للزيوت المشبعه. كذلك غادي نحتاجو الكسكسو. انا كنفضل ندير هذا الكسكسو يعني بالغني بالالياف، يعني كومبلي. وانتم كتقدروا تستعملوا اي نوع من الكسكس عندكم، يعني الكسكس الطبيعي العادي او اي نوع من الكسكس عندكم. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه هذه. دونك غادي نبداو على بركه الله. طريقه التحضير، اذا بسم الله على بركه الله غادي نبداو دابا طريقه التحضير. دونك غادي ندير دابا زيت الزيتون هي الاولى، غادي نضيف الزيت وغادي نعمل يعني القطع ديال اللحم كيف ما كتشاهدوا. والكسكس المغربي طريقه التحضير ديالو سهله جدا، غير خاص الانسان يتبع غير المراحل وغادي تشوف ان شاء الله في العمل ديال كسكس مغربي 100% شهي وغني بالفيتامينات والبروتينات. اذا غادي نزيد البصل كيف ما كتشاهدوا هنا، نضيف قطع البصل، وغادي نزيد الطماطم حتى هي. انا كنخليهم هكا طريفات كبار، كاين كي يفضل ان البصله والمطيشه يعني البصل والطماطم يعملهم طريفات صغار قطع صغيره، فانا كنفضل انهم يبقاو هكا كبار لان باش يعطيو هذاك يعني كيطلقوا هذاك الفيتامينات وداك السوائل ديالهم وكيبقاو قطع باينه. الان غادي نزيد غادي نضيف التوابل. دونك غادي نزيد السمن، سكينجبير، الابزار، والمليحه. فوالا، وغادي نضيف واحد شويه ديال الماء غير باش التوابل ما تحرقش لي.
هكا صافي. وغادي نحرك شويه باش هادوك التوابل يدخلوا في اللحم، يعني يشربهم اللحم، يشربهم قطع اللحم بهذا الشكل هذا. صافي غادي نغطي عليه دابا وغادي نخليه واحد شويه ديال الوقت، مده ديال 10 دقائق تقريبا، باش انه كيتقلى والعناصر كتمتزج مع بعضها البعض. ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفوا باقي المراحل. دابا اخوان الاخوات دابا غادي نشوف فين وصل عندي الكسكس ديالي بعد ما مرات 10 ديال الدقائق اللي خليته فيها كيتقلى. اذا هذا هو ديال النتيجه من بعد 10 دقائق. نشوفوا ان يعني السلاومه تشرب بداو كيذوبوا شويه، اللحم بدا شويه كيدخلوا الطياب. دونك هنا اذا الان غادي نضيف غادي نضيف الماء وغادي نخليه يطيب. وقبل ما نضيف الماء غادي نزيد اللفت، هذاك النوع من اللفت البلدي او اللفت اللي كنقولوا له حنايا في المغرب اللفت المحفور، فكيبغي شويه ديال الطياب. اذا غادي نديرو مع اللحم، يعني القدر ديال الوقت ديال اللحم يعني اللي غادي ياخذ اللحم هو اللي غادي ياخذ هذاك اللفت. اذا من الافضل انني نضيفه دابا عاد نضيف الماء. فكنعملو بهذا الشكل هذا هكا باش يلاه كياخذ لي يعني القدر ديال الطياب اللي بغيت. هو شويه يعني قاس شويه في الطياب. دابا غادي نضيف الماء. الماء من الافضل يكون مغلى لان باش يحافظ لي على المذاق والبنات ديال العناصر ديالي ديال الكسكس. فالقدر ديال الماء هو يعني كنحاولوا ان احنا نغطيو جميع العناصر، كيتغطى لينا اللحم وكتغطى لينا الخضره. ف يمكن يكون واحد 700 سنتيلتر حتى 800 سنتيلتر ديال الماء بهذا الشكل هذا. ولا خصنا الماء كنعاودو نضيفو شويه من بعد، يعني ماشي مشكل. لا خصنا الماء كنضيفو. فغادي نغطي دابا على الطنجره ديالي وغادي نخليها طيب لمده 45 دقيقه، ومن بعد غادي نعاودو نتلاقاو باش نشوفو التتمات ديال طريقة تحضير الكسكس. فالآن غادي ندوزو لطريقة تحضير حبات الكسكس، يعني كيفاش كنحضرو الكسكسو أو يعني الكسكس على الطريقة المغربية، كيفاش كنحضروه باش كيجي داك الكسكس يعني الطري اللي ما طيبش بزاف وما قاصحش بزاف. فالاكثريه ديال الاخوان والاخوات كيسالوا على كيفاش كان شنو هو القياس ديال الماء، شنو هو القياس ديال الكسكس بالنسبه مثلا لعدد العناصر اللي غادي او عدد الافراد اللي غادي ياكلوا الكسكس. فانا الان غادي اليوم غنعطيكم واحد يعني واحد السر او لا واحد لاستوس واحد هذا اللي هو سهل جدا. انا شنو كنعمل، انا عدد الافراد مثلا اللي عندي كنعمل لهم لكل فرد كنعمل كاس ديال الكسكس بهذا لهذا الشكل هذا، يعني كاس ديال العنبه اللي كنقولوا حنا في المغرب او لا ما عرفتش كيفاش كيقولوا له الاخوان المشارقه ولا في بلدان اخرى. فهاد القياس هذا المقياس ديال هاد الكاس هذا
لكل فرد. يعني مثلا انا عملت هنايا عندي هاد العناصر كلها اللي وجدت اليوم، المقياس ديال اللحم والخضار هي الأربعة ديال الأشخاص. كذلك عملت أربعة ديال الكؤوس ديال الكوسكوس بهذا القدر هذا. فكيفاش كنعملو؟ يعني كناخدو هكا، كنعمرو الكأس بهذا الشكل، يعني نحاول ان احنا نعمر الكأس هكا صافي، وكنضيفو. يعني إذا كانوا عندكم ثلاثة الأشخاص كتعملوا ثلاثة الكؤوس، كان عندكم ستة الأشخاص كتعملوا ستة الكؤوس، وهكذا. فكيفاش كنحضر الكسكس؟ انا كنضيف ليه شويه ديال الملح، يعني في الاول كنضيف الملح مثلا واحد نصف ملعقه صغيره ديال الملح باش كيجي يعني بنين. وكنضيف واحد شويه ديال الزيت، زيت الزيتون. دونك انا صديقه زيت الزيتون، فالدراسات ديالي كلها كانت على زيت الزيتون والمنافع ديال زيت الزيتون. ان شاء الله غادي نخصو واحد الحلقه ديال المنافع الكبيره ديال زيت الزيتون. فضفت هنايا زوج ديال المعالق صغار ديال زيت الزيتون، فكنضيفوا الزيت. الا ما عندكمش زيت الزيتون تقدروا تستعملوا زيت المائده، انا كنفضل نعمل زيت الزيتون. فكنعملوا الزيت بهذا الشكل والملح، وكنحاولوا اننا نخلطوا العناصر هكا. من بعد غادي نستعمل اليدين ديالي، لانني انا كنحب انا كنفضل نخدم باليدين. بيان من طبيعه الحال اليدين كيكونوا مغسولين ومعقمين بشكل يعني جيد بهذا الشكل هذا. يعني الزيت كيخلي ان حبات الكسكس ما كتلتصقش مع بعضها من بعد ما كنضيفوا الماء وكنعملوه انه يتبخر. يعني ملي كيدخلوا البخار كيبقاو حبات الكسكس متفرقه، كيبقاو هكا بشكل. من بعد حتى ملي كنبغيو نسقيوه بالمرق فكيشرب لينا المرق بالطريقه اللي حنا بغينا، يعني ما كيخليش المرق يبقى يعني في جانب، والكسكس حبات الكسكس في جانب اخر. هذا هو الدور ديال الزيت في البدايه ديال التحضير ديال حبات الكسكس. هادو بعض الاسرار ديال تحضير الكسكس المغربي. فمن الافضل انكم تستعملوا اليدين باش ان هذاك الزيت كيدخل لينا في حبات الكسكس. من الافضل بهذا الشكل هذا كنعملو هكا. وحتى الملح الا كان بقاو لينا بعض الحبات ديال الملح حتى هما يتمتزجوا او كيتمتزجوا فوالا مع الحبات ديال الكسكس بهذا الشكل. من بعد الان كنضيفو الماء. اذا الماء حتى هو الاخوان والاخوات كيسالوا على القدر ديال الماء اللي ممكن اننا نضيفوه للكسكس باش ما كيجيش عاوتاني يعني كيتلتصق، اولا باش يكون القياس ديال الماء. حنا بالنسبه للمغاربه كيعرفوا القياس كما كنقولوا حنايا عندنا ميزاننا، فكما ما كان نعبروش اولا ما كان نعيروش اهتمام يعني للقياس بالكاس اولا بالهذا، فكان نعملوا عندنا ميزاننا. ولكن الان بالنسبه للاخوان المبتدئين غادي نعطيكم واحد السر كذلك، ان كل كاس ديال الكسكس حاولوا انكم تعملوا نصف كاس ديال الماء. الماء يكون بارد في هذه المره، هذه الماء كيكون بارد، من الافضل يكون بارد ما يكونش سخون ما يكونش ساخن. فانا مثلا هنا عملت أربعة ديال الكيسان ديال الكسكس، غادي نعمل زوج الكيسان ديال الماء.
فكان بون غادي نحاول انني في المره الاولى غادي نعمل يعني الكاس، ومن بعد غادي نبقى نخدم غير بهذا الشكل هذا. كنعملوا اننا كنحاولوا نحن بحال كنرشوا كوسكوس، كيترش عمليه، ومن بعد كنحاولوا اننا ندخلوا هكا بهذا الشكل هذا الماء باش كيشربوا يتشرب لينا الكسكس، كيتشرب لينا حبات الكسكس بهذا الشكل. وهذه العمليه هذه هي اللي كتخلي لينا الكسكس انه يشرب هذاك الماء. نحاول ما نضغطوش على حبات الكسكس، نحاولوا غير اننا نهزوه بهذا الشكل كما كتشوفوا، غير كنقلبوه يعني كنقلبوا حبات الكسكس كيتقلبوا هكا بهذا الشكل هذا. اذا غادي نزيد الماء احنا هكا في المغرب هكا كنعملو يعني ما كنعبروش بالكؤوس، كنعملو غير هكا حتى كان يعني في اليد كيبان واش الكسكس يعني صافي خدا الكميه الكافيه ديال الماء ديالو ولا مازال. وهذا هادشي كيجي مع الوقت يعني مع الممارسه. ربما الاخوان المشارقه غادي يكونوا يعني عندهم تجربه اكثر مع الارز، يعني غادي يكونوا عارفين الاسرار ديال كيفيه طبخ الارز، فاحنا كذلك يعني كان فبالممارسه كيجي كل شيء كما كان يقول واحد المثل مغربي، كل حد كيعرف قياس برادو او لا، كل واحد كيعرف قياس برادو يعني كيعرف الكميه اللي غادي تناسب. كيبان لي اننا مازال خصني نزيد واحد شويه الماء بشكل وهكذا كنبقى كنقلب وكنزيد في الماء حتى كنعرف انني وصلت للكميه الكافيه. فكما قلت لكم نتوما كتقدروا انكم تعملوا كل كاس ديال حبات الكسكس كتعملوا له نصف كاس ديال الماء. الا عملتوا 6 الكؤوس ديال الكسكس فغادي تعملوا 3 الكؤوس ديال الماء. اذا غادي نتابع انا هاد العمليه هذه ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو شنو غادي نعمل دابا بهاد الكسكس. فملي غادي نشربو مزيان بالماء، غادي ملي غادي نحس انه خدا الكميه الكافيه ديالو غادي نخليه شويه، غادي نغطي عليه واحد شويه يعني نغطيه ونخليه واحد 5 ديال الدقائق حتى كيشرب مزيان هذاك الماء. عاده كنعملو في البخار، عاده كنعملو في انه يطيب باش ما كيتعجنش باش ما كياخدش يعني هذاك الشكل اللي ما كنبغيوهش اللي كيلصقوا لينا حبات الكسكس. فهاد العمليه هذه ما خصهاش تكون، كنحاولوا اننا نتفاداوها اننا نخليو الكسكس شويه حتى كيشرب الماء وعاد كنعملوه انه يطبخ. اذا الان غادي نخليه
الكسكس ديالي شويه انه حتى يشرب، نغطي عليه واحد 5 دقائق يشرب ليا الماء، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفو كيفاش كيفيه نعمل كيفاش غنعملوه في الكسكاس او لا في الطنجره. اذا الان غادي نشوف الكسكس ديالي شنو عمل. غادي نحاول انني نعمل ليه هذه العمليه مره اخرى من بعد ما نشرب لي الماء اللي ضفت ليه في الاول. فكنشوفوا انه الان الكسكس يعني شرب هذاك الماء من بعد ما مرات 5 دقائق. كنحاول انني نعمل هذه العمليه هذه اللي كتخلي لي مره اخرى حبات الكسكس انهم يتفرقوا على بعضياتهم. كتشوفوا هنايا كاين بعض الكرات اللي كتكون، كنحاول انني نحلهم او نفتحهم بشكل بلا ما نضغط، ما نضغطش على الحبات الكسكس، يعني عمليه هكا خفيفه صافي. الان غادي نعمل الكسكس ديالي انه يطبخ بهذا الشكل. هذا نحاول انني دابا نعمل الكسكاس بهذا الشكل، ونبدا نعمل بهذا الشكل. بسم الله. دائما قبل ما كان تستعملوا اليدين ديالنا كنغسلوهم جيدا وكنعقموهم. غسل اليدين كيكون بالماء والصابون كيكفي لتعقيمهم. بحكم اشتغالي في مجال الجودة كنحرص دائما ان الاكل ولا يعني التعقيم مسألة ديال النظافة تكون دائما حاضرة في الطبخ، لانها مسألة ضرورية جدا. صافي بهذا الشكل هذا كنعملو الكسكس ديالنا يطيب، ومن بعد غادي نخليه واحد تقريبا واحد 20 دقيقة بعد ما كيطلع فيه هذاك البخار، يعني كيبان لينا البخار كيطلع فوق الكسكس، كنحسبوا ليه واحد 20 دقيقة حتى 25 دقيقة، ومن بعد كنعاودوا نعملوا ليه نفس العمليه، يعني كنفرغوا الكسكس في الطبق وكنضيفوا ليه يعني الماء عاوتاني نفس الكميه على حسب عدد الكؤوس اللي عملنا، وكنخليوه عاوتاني واحد المده انه كيشرب هذاك الماء، عاد كنعاودو نعملو ليه يعني هذا يطبخ لمده 20 دقيقه اخرى. ففي المجموع كيطبخ لنا الكسكس واحد 40 دقيقه حتى 45 دقيقه. اذا نخليو الكسكس يطيب ومن بعد غادي نتلاقاو ان شاء الله نشوفو باقي المراحل. إذن هكا هذا هو الشكل ديال الكسكس ملي كنعملوه في الطبق او الكسكسيير او الكسكاس. غادي نخليه كيف ما قلت غادي يطبخ، لان ما وريتكمش بالكاميرا ملي عملته هنا. دابا ها هو دا، غادي نخليه شويه كيف ما قلنا هذيك المده ديال 20 دقيقه، ومن بعد غادي نتلاقاو. غير واحد يعني اضافه، انني انا دائما كنحب انني نعمل شويه ديال الزعفران، زعفران شعره اللي هو زعفران بلدي، فكيعطي واحد البنه رائعه للكسكس. كنضيف بعض الشعيرات يعني ماشي بزاف، فهذا كيعطيه اللون وكيعطيه المذاق، يعني كيعطيه مذاق مغاير تماما، كيعطيه واحد يعني لون جميل، لون الزعفران. فالان غادي نخلي الكسكس ديالي يطيب ومن بعد غادي نتلاقى.
إذا الآن غادي من بعد ما مرات 20 دقيقة على الكسكس ديالنا كيطيب، فغادي نحاول أنني نفرغه مرة أخرى باش نعاود ليه نفس العملية ديال الماء كيف ما قلت لكم. غادي نحاولوا أننا نعملوا شوية يعني بهذا الشكل هذا، نحاول ما نخليهش متماسك هكا، دونك غنحاول نفتحو بهذا الشكل، ومن بعد غادي نضيف له الماء. فغادي نحاول نوريكم كيفاش كنعملو باش مكيبقاش فيه هذوك الكويرات. كنحاول نعملو هكا، نفتح هذوك الكويرات اللي تكونوا عندي هكا، من بعد كيف ما قلت دابا غادي نضيف الماء يعني مره ثانيه، يعني العمليه الثانيه ديال الماء. نحاول نوريكم غير هكا نفس الطريقه الاولى، غنحاول نشربو بهذا الشكل كيف ما قلت لكم. اذا انا غادي نستمر في هذه العمليه هذه، من بعد نرجع لكم. الان غادي نشوف اللحم يعني المرق فين من بعد ما مرات 45 دقيقه عليهم هما كيطبخوا. الان غادي نضيف باقي الخضر اللي هما يعني الجزر والملفوف والقرع الاحمر، هادو ما كياخذوش بزاف ديال الوقت في الطبخ، فغادي نضيفهم حتى الاخر حتى يعني ال 15 دقيقه الاخيره بعد ما كيطيب لي اللحم. حتى كي اللحم كان يعني كان نقلبوه كنلقاوه انه طاب قرب يطيب، عاد كنضيفو هاد الخضر هذه اللي ما كتاخذش لينا وقت كثير في الطبخ وما كتطلبش لينا وقت كثير في الطبخ. فكنضيف الان هاد العناصر هذه. بالنسبه للخضر فكنقول لكم تضيفوا او تعملوا اي نوع من الخضر. فبالنسبه لنا حنا في المغرب كنعملوا يعني الجزر والقرع الاخضر واللفت والملفوف والقرع الاحمر، كنقدروا نعملوا كذلك يعني الفول، كنقدروا نضيفوا كذلك الحمص، كان على حسب المناطق. فانتوما عندكم الاختيار انكم تعملوا يعني الخضار اللي كتناسبكم. الان بعد ما ضفت يعني باقي الخضار، كنشوف الى خاصني الماء كنضيف الماء. فاذا ما اذا كان عندي الماء الكافي فكان المرق الكافي قصيت كنخلي بلا ما كنضيف الماء، لان الخضار طبيعتها هي كتطلق هذاك الماء ديالها يعني اللي غني بالفيتامينات. فكنخليو حتى كنشوفو من بعد ما كطبخ لنا هذه الخضار هذه كطيب، عاد كنشوفو واش غادي خصنا، اذا كان خصنا شويه المرق كنضيفو الماء، الا ما كانش بلا ما نضيفو الماء. كذلك بالنسبه للملح كنذوقو، الا كان خصنا شويه الملح كنضيفو الملح على حسب الذوق او الابزار. فانا كنفضل انني من بعد ما كنضيف الخضار كنزيد لها واحد يعني قليل من الملح من فوق الخضار، فكتنسمها واحد شويه قليل جدا من الملح والقليل من الابزار او الفلفل الاسود. فهكا يعني كنسمو حتى الخضار اللي ضفنا في الاخير باش حتى هي كتجي فيها نسمة ديال التوابل، لان يعني المطبخ المغربي معروف انه كيهتم بزاف بالنكهات، وكنستعملوا يعني كثير التوابل. فغادي نسد على طنجرة وغادي نخليها تطيب. بالنسبه للكسكس حتى كيشرب لي يعني الماء اللي ضفت ليه المره الثانيه، عاد كنضيفو
يعني كنعملو انه يطلع فيه البخار عاوتاني لمدة 20 حتى 25 دقيقة، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي للتقديم. فالآن غادي نوريكم طريقة التحضير. بسم الله. دونك انا سبقتو حضرت الكسكس، عملتلو هذا الشكل هذا، وقبل ما نعملو في هذا الشكل هذا درزت ليه واحد المعلقه صغيره ديال السمن، فانا كنفضل ان يكون هذيك الرائحه والنسمه ديال السمن في الكسكس. كذلك الان غادي نبدا نسقي. هذه العمليه ديال عمليه الى بغينا نقولوا عمليه السقي. فغادي نكمل بهذا الشكل هذا، كنحاولوا ان احنا نعملو قليل من المرق بهذا الشكل هذا على الكسكس. عاد من بعد كنعمل اللحم والخضار. انا غادي نكمل هذه العمليه هذه، ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي للطبق.